مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. تحية لكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي، تحية كبيرة لحضراتكم. النهاردة هنبدأ ب هنعمل صينية بطاطس لطيفة بالفراخ، هعمل فيها الفراخ هنا وهي مش مسلوقة، وهنتكلم عنها شوية مع بعض ونقول نقدر نطلع صينية الفراخ، الفراخ مستوية وجميلة من الألف للياء ني في ني مع صينية البطاطس إزاي. هنقول المقادير وبعدين نبدأ نحكي مع بعض واحنا شغالين. أول حاجة عندي صينية البطاطس بالدجاج، هي عندي فرخة متوسطة هنقطعها 4 أرباع، أو لو حضراتكم عايزين تقطعوها على 6 زي ما تحبوا. عندي نص كيلو مثلا من البطاطس، عندي بصلتين كبار مفرومين، ثوم مفروم، لتر من عصير الطماطم، 2 معلقة كبيرة من الصلصة، 2 كوباية من المرق، وزيت وعود قرفة وملح وفلفل. القرفة دي اختياري بس تدي تيست وطعم جميل جدا، هتستمتعوا بيها وجربوها كده قولوا لي رأيكم. طيب أنا أول حاجة بالنسبة للفراخ، طبعا احنا اتفقنا انه لازم نغسل الفراخ بجد غسلة كويسة جدا بالملح والدقيق، وبعدين ممكن نديها عصير ليمون. انا الحقيقة في الفراخ دايما يعني قبل ما اتعامل معاها بحب اديها الغلوة. الغلوة دي اللي هي ايه؟ بحط حلة على النار فيها مية وبحط فيها شريحتين طماطم وعصير ليمونة واسيبها، وبعدين انزل الفرخة فيها لما تكون الفراخ دي فراخ بيضة. الفراخ البيضة دايما بنحاول نعمل الحركة دي فيها، وبعدين أسيبها تغلي غلوة لما يطلع فوم أبيض على الوش كده، أروح واخدة المية دي دلقاها وشطفة الفرخة وحطاها في طبق وأستخدمها. ده لو في الحالة دي حضراتكم يعني إيه متخوفين شوية إنه الفراخ ما تبقاش محطوطة نية 100%. طب أنا النهاردة هعملها نية بما إني متأكدة إني غسلتها كويس جدا وما فيهاش زفارة، عصير الليمون دايما بيبقى حاجة مطهرة وبتبقى الفرخة نظيفة تماما، مفيش مشكلة. والجلد ده تقدروا اللي حابب يعني يخليه وقت الأكل تمام، بس هي الحاجة الوحيدة اللي هتثبت عليها الصوص ويديله قرمشة في الفرن لصينية الفراخ، هي اللي بتدي الشكل الحلو ده. لو أنا خليتها من دلوقتي مش هتدي حضراتكم الشكل والطعم ده. طيب هنبدأ أول حاجة، أقول بسم الله، هاخد كده بس الحاجة دي على جنب كده. هتبل الفرخة الأول بما اني هعمل ني في ني، فهاخد بوله كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البصل تقدروا تقطعوه اصغر من كده، هسيب شويه، هاخد شويه من البصل ده مع هنا، مع هاخد من هنا كده ايه فصين ثوم صغيرين، وهكمل الباقي مع البطاطس نفسها. وهاخد ملح وفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه ملح كده ومعلقه فلفل، وهبدأ واخد رشه من البهارات اللي هي 7 بهارات، نص معلقه كده صغيره، وهمسك البصله دي اعملها كده عشان اساعد الملح ده يساعد انها تطلع الايه السوائل اللي فيها، وايه وابقى عملتها كده مع الملح والفلفل وشويه 7 بهارات دول. وهبدا اخد الفراخ فيها وهسيبها في جنب، يعني عايزه اتبلها كده شويه بيها، هسيبها شوية. لو عايزين تحطوا تحت الجلد شوية ماشي، اهو انا بحب دايما اعمل كده، اما بتستوي كمان بتبقى طعمها حلو قوي، يعني اما بتدخل في السوا في الفرن بتدي كده طعم حلو للايه الفراخ. بعمل كده بايدي وبدخل هنا جوه شوية، طعم اللحم بيبقى حلو. وطبعا لو انتوا عايزين تعملوا المرحلة دي قبل ما تعملوا الفراخ مفيش مشكلة خالص، يعني قبل ما تعملوا صينية البطاطس بشوية صغيرين، نص ساعة ساعة ما يجراش حاجة، اهي كده الاول. وهاخد هنا يعني بتتفرك كده، وكده كده اول ما هيبدا البصل ينزل الميه بتاعته ان شاء الله هتدي طعم كمان جميل جدا. دي لو بعملها ني في ني. هنيجي تاني حاجه فيها، بص بحط تحت الجلد هنا من البصل والتتبيله بتاعته اهي، هشيل بقى الطبق ده اسمحوا لي هنا. طيب كده وايه وتبلت هنا، هسيبها شويه بقى زي ما حضراتكم شايفين كده عشان انا عايزه اعملها ني في ني. هنيجي بقى للخطوه الثانيه، هي ايه؟ هاخد البطاطس دي وهعملها في الطاجن او في البايركس او في ايا كان اللي انا هعمل فيه، هقفل فيه الصينيه بتاعتي، وهديها من نفس التوابل عشان تتطعم كويس، هوري حضراتكم حالا. وهنبدا نشتغل معاها كده،
انا معاكم، قولوا لي قولوا لي مين معانا، انا معاكم. طيب هبدا كده، اخد البايركس اللي هشتغل فيه في البطاطس نفسها، هاخد كده نفس فكره، انا بوزع بس البصله دي مع الايه الكميه بتاعتي، خدت بصلتين كبار وزعتهم عشان كل حاجه تبقى واخده من التتبيله حلو، شويه بهارات، الثوم اللي احنا اتفقنا بقى عليه هنا هيكمل، هننزله معلقه ثوم صغيره كده، وهاخد الملح والفلفل، بسم الله. طبعا هنا كده نص معلقه، ما تنسوش ان احنا تبلنا الفراخ، كل حاجه ليها تتبيله مستقله. طبعا البطاطس بتاخد شويه، بتسحب من التتبيله شويه حلوين، يعني ايه لما دايما لما تكون في اكله وكان زاد الملح بتاعها تلاقينا دايما ايه نحط معاها قطعه بطاطس عشان تتشرب شويه من الملح عشان تخف الايه نسبه الملح في الاكله دي. طيب هبدا بقى اخد شرايح البطاطس دي، بسم الله الرحمن الرحيم، متقطعه كده ومنقوعه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ننقي البطاطس الخاصه بالطهي، يعني في بطاطس للطهي في بطاطس للتحمير، بسم الله. انا معاكم حبايبي، لو التليفونات قولوا لي بس مين وابقى سامعه صوتكم، يا ريت اسمع صوتكم عشان اطمن ان انا سامعاكم. اوكي يا حبايبي، بس اسمعكم عشان ابقى مطمنه بس كده. هبدا ايه، هاخد كمان شويه، بسم الله، شايفين الجمال. معانا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي، ايه الحاجات الحلوه دي، جميله يا حبيبتي، صينيه البطاطس دي، تسلم ايديك على كل حاجه. الله يسعدك، تسلمي. امبارح بقى الاكله بتاعت امبارح دي كانت تحفه يا حبيبتي، تسلمي، كلك ذوق والله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. جربت بقى البصل المحشي ده طعمه وحكايه بجد. يا حبيبتي حكايه حكايه، تسلم ايديك. تسلمي يا روح قلبي، صحه وهنا، تسلمي يا حبيبتي. عايزه بقى اغنيه كده لابني كان في الاعداد الحمد لله ونجح، اللهم يعني مزيد ودايما متفوق ومتألق، وربنا يسعد قلبك بيهم يا رب. امين يا رب العالمين. امين، ربنا يبارك فيك ويخليك. تسلمي. عندي احمد عزت، ايوه، ولاد اخواتي يوسف شعبان ومهاب اشرف. الف مبروك لاحمد والف مبروك لمهاب والاشرف، ربنا نجحهم ويا رب دايما من نجاح لنجاح يا رب. امين يا حبيبتي، ربنا يفرح قلوبكم يا رب دايما، وكل الاولاد اللي نجحوا ببعت لهم تحيه وتهنئه. تسلمي لي يا هبه، ميرسي على ذوقك وميرسي على مداخلتك الحلوه. بصوا بقى انا عملت كده عشان البطاطس دي تاخد تتبيله كده شويه حلوين، وبعدين هاخد الفراخ دي وهبدا احط هنا كل واحد منهم، يعني ايه صدر وجنبه ورك كده كده، واغطسها شويه، يعني في قاعده بطاطس تحت وايه ودي جنبها كده، خلاص شايفين الجمال. هناخد صدر ده كمان، حاضر من عيني كده. هنعمل بقى جنبها شويه رز بشعريه، ولا بقى لو ما عندكوش مرقه ولا عندكوا حاجه هتدوقوا شويه رز بشعريه، حقيقي يستاهلوا، يعني يستاهلوا ان انتوا تحطوا فيهم ايه الحاجه الحلوه اللي انا هحطها دي. طبعا هو هنا بس، طبعا كل ما تبقى الحاجه محندقه على قد على قد الحاجه، كل ما تتكمر وتبقى الصوص بتاعها كده جميل. طبعا شويه البصل دول هسيبهم، لا طبعا هحطهم هنا فوق الفراخ، خلاص كده. وهنبدا بقى نجهز للصلصه. طيب انا هعمل الصلصه ازاي؟ انا هنا عندي عصير طماطم، طماطم ضربتها في الخلاط فريش عاديه جدا، ورحت احط عليها معلقه صلصه، معلقه صلصه، بدي بس ادعم اللون الحلو. عود القرفه ده هحطه هنا، مش هعمل حاجه. ليه انا اخترت انه يبقى عود قرفه خشب؟ عشان النكهه بتاعته بتبقى خفيفه، مش ظاهره قوي، وتحط على الوش مش جوه البطاطس، فتدي بس طعم بسيط وخفيف كده. خلاص هبدا بقى اخد الصوص ده، هعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصب عشان نسوي بقى دي. طب هنكمرها ازاي؟ هتكلم مع حضراتكم حالا على التسويه دلوقتي. طبعا هتطلع ني في ني، لكن هتاخد
قرمشه وصلصله هتشوفوها في اللي احنا عاملينها كانكم صلصلتوها. انا عارفه ان في ناس ممكن تاخد صينيه البطاطس دي على البوتاجاز، افتكر لو في حد بيعمل كده قولوا لي، ويروحوا مدينها غلوه الاول قبل ما يحطوها في الفرن. كانوا اهالينا زمان يعملوا ساعات الحركه دي، صح ولا انا غلطان؟ انا طبعا حاطه هنا كوبايه من المرق، يعني حطيت عصير الطماطم، حطيت كوبايه من المرق، حطيت معلقتين الصلصه كلهم ودوبتهم هنا مع بعض عشان حضراتكم تبقوا عارفين، عشان كده الصوص خفيف. فانا هنا ضايفه المرق، هم هنا حاطيني مرق زياده. طيب اهو شايفين ازاي؟ دي بقى طاجن كده او صينيه بطاطس كده ايه رائعه. عايزين تعملوها في الصينيه، تعملوها في طاجن، تعملوها زي ما انا عاملاها كده، ان شاء الله تطلع تجنن. بسم الله. شايفين اهو اللتر، يعني خدنا اللتر ده عباره عن ايه، كوبايه مرق واتنين كوبايه من عصير الطماطم، معلقتين صلصه زي الفل، او ثلاث كوبايات كمان من عصير الطماطم بس بعد ما تصفوا. خلاص معلش اسمحوا لي بس هعمل كده. في ناس ساعات تحب تحط مثلا شريحه طماطم، شريحتين، براحتكم. انا ما عملتش ده، لكن هوري حضراتكم هبدا اعمل ايه. هاخد كده من ورق الزبده، وعندي كمان السيلفر. الفراخ لما تكون نيه لازم تتكمر في اول مرحله، اي حاجه محطوطه ني في الفرن لازم تكمروها علشان البخار يتقفل عليها وتستوي. لو انا ما عملتش كده وسبتها مفتوحه مش هتستوي الفراخ، خلاص هتلاقوها مش مستويه. هاخد ورقه من الخبز دي عشان طبعا ممكن تعدي معايا الساعه. هعمل كده، وبعمل كده ليه؟ عشان دايما ورقه الخبز دي ما تلزقش على سطح الايه اللحمه او الفراخ او الحاجه وهي في الفرن، فتبقى اعلى منها وما تلزقش فيها. خلاص هعمل كده، وبعدين معلش انا هحط كده، هحشرهم في الجوانب كده الاول، يعني اهي تحشيره خفيفه كده بس تبقى هي الملامسه للسطح. وبعدين هاخد الفويل بسم الله وهكمر الايه الصينيه دي كويس. معلش هعمل واحده كمان، لازم تتكمر صح، الكمر حلو. انتوا شايفين كمان الفراخ عندي بصوا كبيره، يعني الفرخه دي كبيره اهو، شايفين ازاي؟ ما يبقاش مهوي خالص اهو. الفرن عندي سخن حراره 180، هحط على ممكن الصاج اللي هو قريب للتحت، هوري حضراتكم فين، او على الشبكه في النص اللي يريحكم. طيب انا بحط في الاول بصراحه هنا، بصوا كده بسم الله، شايفين الصاج فين؟ عالي. اول حاجه هحطه على الصاج الاول، ليه؟ عايزاها تبقى اقرب حراره ليها، لان دي مرحله السوى، المرحله اللي هي لازم فيها تبقى الحراره قريبه منها وتاخد وتدي مع بعض كويس قوي. لما اجي بقى ابقى عايزه اوصل ان انا دخلت في التسويه واكشف عليها مثلا بعد مثلا اتعدي 50 دقيقه او مثلا اكتر من 50 دقيقه على حسب، ممكن توصل ساعه على حسب 50 دقيقه مثلا، هروح رافعه الايه الفويل والورق الزبده ومطلعها على الرف اللي في النص واشغل الشوايه. لو باقي فيها تسويه ما تشغلوش الشوايه، هتسيبوها في الفرن هتستوي هتلون لوحدها، مش هتحتاج حتى الشوايه لو الفرن فيه مروحه. طب لو ما فيهوش مروحه يبقى هنتابع السوى، وبعدين هنشغل الشوايه من فوق ونتابعها ناخد اللون الحلو اللي هيبان دلوقتي. مخرجنا هيوريه لحضراتكم، هيديكم اللون ده، وهي كده معموله ني في ني عشان الناس اللي بتبقى عايزه تعمل اكل صحي. احنا لو تلاحظوا انا ما حطيتش اي ماده دهنيه في صينيه الفراخ دي، يعني لا حطيت زيت ولا حطيت سمنه ولا حطيت اي حاجه، انا اعتمدت على الجلد بتاع الفراخ ان هو فيه نسبه دهون كفايه قوي انها تطعم بيها الوصفه دي. واحنا لو اشتغلنا كده في كل معظم يعني طواجننا او اكلاتنا هتلاقوا الدنيا جميله وخفيفه وصحيه اكتر. طماطم لازم تتصفى يا جماعه، ولازم نشيل القش مش هينفدنا. زمان كانوا بيعصروه لو تفتكروا في المصفى، علشان هو كان مفيد قوي للايدين، القش الطماطم لايدين السيدات للجلد حلو قوي كانه ماسك.